السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عندنا في لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرحبا بكم خونا محبي المعتقلين. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الموضوع نتاعنا هو المقطوعين والمقاولين والمجلوطين. السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتناقشوا في موضوع هذا المعطوبين. لا ليبرتي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته خونا. هذا المشطوبين اللي كل يوم خارج خاوتي، كل ما يخرجوا دول القزول هكذا كما والله يا خويا ما فهم، عيت نفهم. يعني انا درك راني نخمم، برك راني نخمم. انا ما قلت لهمش ما تخرجوش وما قلت لهمش تخرجوا، بصح درك الانسان يعني كما يقول لك مشى في طريق لقاها مسدوده. نورمالمون لو كان يكون انسان واعي وعنده مخ يفونكسيوني ما يزيدش يرجع لهذيك الطريق، باسكو راه عارف مسدوده. خرجوا ضربوهم بالكريموجين، خرجوا ضربوهم بالعصي، خرجوا تيروا لهم برصاص، خرجوا حرقوا رواحهم، خرجوا مزالوا مصممين هكذاك. تسمى الطريقه تاع الخروج تاعكم راها غالطه من الاول. فهمتوا بلي راهم خدموا بكم في التسعينات، فهمتوا بلي راهم كلحوكم ثاني حتى في 2019 ولا 2020 التنسيقيات كلحتكم. نورمالمون تخيروا الصادقين فيكم، توقفوا مع الشعب وانتهى الموضوع. انا هذا رايي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اختنا الغاليه، ربي يحفظك. من اعتقادي انا ننظر كيما هكا. نورمالمون شفتوا الطريق مسدوده، شفتوا الطريق بلي ماشي مليحه، شفتوا سوء المعامله، عرفوا بلي هذا الشيء اللي راكم ديروا فيه هو اثاره الشغب والفوضى برك لا اكثر ولا اقل. ما راح يضروا النظام في حاجه، ما راح يتوجعوا في حاجه. وعليكم السلام خويا، ربي يحفظك خويا محمد. لونيون باسيفيك، اهلا. سيسكو. المهم تعرفوا بلي هذا الطريق مسدوده، كل ما تخرجوا تدوا القزول، كل ما تخرجوا يلصقوكم في حيط. يعني دروك نتوما كل مره يعني كيما يقول لك الحمار يطيح في حفره ما يزيدش يطيح فيها الدوزيام فوق الترويزيام فوق الكاتريزيام فوق السانكيم فوق، وانتوما كل مره هكذا. يعني درك كنت تخيروا انتوما تقولوا بلي راكم عسكريين وسابقين وعندكم خبره في الامور هذه وعندكم خبره في امور التنسيق والجوساسه والامور هذه، تقدروا تخيروا الناس الصادقين فيكم، الناس اللي فعلا فاهمين الموضوع باللي تبون ما راحش يحل مشاكلكم، باللي النظام راحش يحل مشاكلكم. كنتوا مع الشعب، خرجتوا مع الشعب، اعطوكم شكاره تاع عروس، بعتوا الشعب وبعتوا الجزائر وخرجتوا هربتوا. في هذيك الامومه سيدي المشطوبين والمعطوبين هذه فهموا، كاين اللي فهموا باللي راهم تكلحوا، بصح غريب انهم مازالوا يزيدوا يخرجوا، مازالوا يزيدوا يمشوا ورا هذيك تاع عطونا حقوقنا، عطونا السكنه، عطونا الماكله. يعني وكي نقولوا عليكم باللي راكم تاع كروشكم، باللي راكم المطالب تاعكم كيما نقولوا حنايا دنيويه، ما هياش الحل الجذري لمشكله الجزائر، تخرجوا تعلقوا يقول لك علاش تهضر علينا كيماك وحنا ماناش خوانا. احنا ما قلنا لكمش خوانا، صح حمير بالك، بغوله بالك. ما هو الانسان اللي ما يتفهمش مره، اللي ما يفهمش كيما يقول لك ما يفهمش من مره بالغمزه، واش راح نقول عليه انا؟ واش حبيتونا نقولوا عليه؟ واش حبيتني انا نقول عليه؟ حمار ما تعلمش من الدرس الاول، من الدرس الثاني، الدرس الثالث، الدرس الرابع. هو الحمار خير منك يا محمد، تما كي نقول عليك حمار ما تلومنيش انا، لوم روحك انت، لوم روحك انت. وحاشا الحمار، حاشا الحمار على كل حال. هم خرجوا يضربوا فيهم بالكاشي، ولا انا سمعت هذه بقيت نشوف هكا، قلت درك انت كي تهضر هكا، كي راه يهضر كيما هكا، واش من فايده فيها هذه؟ ها تحيه الجزائر وخلي الموت، وكاينك ربي يا تبون. تبون سامع بيك؟ لا تبون سامع بيك ولا شنقريحه سامع بيك، هي الصراحه لا تبون سامع بيك ولا شنقريحه سامع بيك. نزيد لك واحد الحاجه، مادام كاين البغوله في الجزائر، وللاسف الشديد نهضر لكم على الهضره، مش راني نسب فيكم، لكن هو وصف للحاله. مادام مازال كاين الحمير اللي كيما نتوما، الجزائر عمرها ما راح تدي الاستقلال تاعها. علاه؟ باسكو شوف بيكم قمعوا الشعب في التسعينات، ودرك جابوكم الناس كيما نتوما راهم يقمعوا فيكم، الشرطه والدارك حمير، والنظام معروف مبني اساسه على الحمير، لان بلا الحمير عمره ما راح يكون نظام كيما يحكم في الجزائريين.
لو ما كانش الحمير راح يكون نظام كيما هذا وسخات كيما هذو يحكموا في الجزائريين؟ مستحيل يضربوا ولاد الشعب بالشعب، يضربوا الشعب ولاد الشعب بيكم. ضربوا الشعب في التسعينات، في الالفينيات جابوا ناس اخرين ضربوكم بهم، في 2010 جابوا ناس اخرين ضربوا الناس اللي ضربوكم بهم، وهي رايحه. يستعينوا بمن؟ بالبغوله والحمير وهذوك تاع امر طبق باش يقمعوا الجيل اللي قبله والجيل اللي قبله. امه تلعن سالفيها، كل امه تجي تلعن اللي كانوا قبلها وتعتدي على اللي كانوا قبلها وتقمع اللي كانوا قبلها وتظلم اللي كانوا قبلها وتحقر الناس اللي كانوا قبلها وما يتعلموش من الدروس تاعهم. الامه اللي عندها في الراس تتعلم من سابقيها. اي انسان عنده في الراس يتعلم من السلف، من الناس اللي فاتوا قبله، يتعلم منهم، يشوف الاخطاء تاعهم ويتفاداهم، يشوف الحاجه الصح ويزيد يدعمها ويمشي ويطورها. احنا عندنا لا 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 لا، نفس الغلطات ونفس الجدارميه والبوليسيه اللي قمعوا الناس في التسعينات، وعلى راسهم هذو المشطوبين والمعطوبين قمعوا الشعب في التسعينات. في 2000 جابوا ناس شباب قمعوا الناس، قمعوا المشطوبين والمعطوبين اللي قمعوا الشعب في التسعينات. من وراها تاع 2010 جابوا شباب جديد 20 21 22 سنه، يعني اللي جان هذوك زادوا قمعوا الناس والشرطه وقمعوا هذوك المتعاقدين ولا المشطوبين ولا المتقاعدين نتاع الامه اللي كانت قبله. يعني امه تلعن في امه تلعن في سابقيها، امه تلعن في سابقيها. دروك رحتو نتوما ديتو القزول، شبعتو خرطي وشبعتو ضرب وشبعتو سبان وشبعتو بزاقات، ما خممتوش نهار، ما نصتوش نهار، خممتو قلتو يا ولدي بالك رانا غالطين؟ ما جاتكمش في راسكم سن نسكر هذا باش ضربه فينا الشمس ماش قاعد نبان مليح؟ ايوا هكذا باش تبان لكم الفقيرين تاعي مليح، باش تشوفوا لوفاشن تاعي. ها ما يعني ما فكرتوش قعدتوا مع روحكم هكا وقلتوا يا ربي سيدي رانا نديروا في حاجه غالطه، المسار غلط، الطريقه غالطه، بالك احنا غلطانين، بالك ما عرفناش كيفاش. لان مستحيل تبقاو هكا 125 سنه ما راحينش تدوا الحقوق تاعكم، ولو كان جيتوا بهذه الطريقه تدوا الحقوق تاعكم كون راك مديتوها من الاول. ربي يحفظك خونا هميش، لو كان جات الطريقه هذه مليحه لو كان راك مديتو حل الحقوق تاعكم من الاول. كيما عطاوهم كشلو قمعوكم تسمى ماهيش مليحه، زادوا قمعوكم دوزيام فوا، زادوا قمعوكم تروازيام فوا، ومزلتو برك مصممين وعازمين وعاقدين على هذه الطريقه. يا اما المطلب نتاعكم خطا يا اما الطريقه تاعكم خطا، ما هو ما عندهاش حل واحد اخر، ما عندهاش تفسير واحد اخر، ما عندهاش تفسير واحد اخر، ما عندهاش تفسير واحد اخر. تروح دوموندي انت من تبون ولا من شنقريحه يعطيك حقك، اللي نحالك حقك عمره ما راح يعطيه لك، اللي نحالك حقك عمره ما راح يعطيه لك. ونزيد لك اللي يستخدمك، اللي يستخدمك انت كشيفون يمسح فيها يديه باش تقمعوا الشعب في التسعينات وقتلتوا الناس وحقرتوا الناس وظلمتوا الناس واعتديتوا على ارزاق الناس واعتديتوا على ارض اعراض الناس بفكره انتوا راكم تحاربوا في الارهاب، ومن بعد فهمتوها على بالي باللي فهمتوها. والله يا خاوتي شوف 99% 99% اللي شاركوا النظام، محفوظ ربي يحفظك، اللي شاركوا النظام، اللي شاركوا النظام 99% اللي شاركوا النظام في قتل الشعب في التسعينات عارفين دروك الوقت هذا راهم عارفين باللي راهم كانوا غالطين، لكن ما عندهمش الجرأة باش يهضروا، ما عندهمش الجرأة. شغل تسمى تخليها هكا برك حتى نروح عند ربي وصحي، تروح عند ربي، تروح عند ربي تسمى تتكوى بنار جهنم. شكون اللي راح يسمح لك؟ شكون اللي يسمح لك اللي اعتديت له على عرضه ولا قتلت له ولده ولا قتلت له بنته ولا قتلت عائلة سحقتوها، ناس مساكين غدرتوهم، ناس غدرتوا بهم، ناس، شكون اللي راح يسمح لكم حاجة كيما هكا؟ اللهم إذا توقفوا في الدنيا صادقين مع هذا الشعب وتقولوا يا شعب رانا غلطنا، رانا غلطنا ومستعدين نصحوا الأخطاء نتاعنا. توقفوا مع هذاك الشعب باش تتحرر البلاد، مش دوموندو اللي يزيد لي في الخلصة، زيد لي في الخلصة، الخلصة تاع العار،
شحال راهم يخلصوا شحال؟ شحال راهم يخلصوا؟ انا ما على بالي شحال راهم يخلصوا، 3 ملايين ونص ولا 4 ملايين ولا والله ما على بالي. يعطون في الفتات هو هكاك فتات، انا والله ما على بالي شحال راهم يخلصوا، 3 ملايين ونص ولا 4 ملايين ولا ما على باليش، ولا كاين اللي يدوز 2 ملايين ونص. قتلتوا الشعب كامل، دمرتوا إرادة تاع الشعب على جال 2 ملايين ونص، ومدينها 3 ملايين وفوق 3 ملايين، يا سيدي نديروها 4 ملايين كاع. يعني تيجي يدير لك 4 ملايين في الجزائر؟ على حسب راني نسمع دروك الناس يروحوا للجزائر ويجوا ويروحوا ويجوا وقاعدين يقولوا لي واش كان واش ما كانش. 4 ملايين ما ديرش بيك تور في العاصمه، باش دير تور في العاصمه في نص الطريق تكمل لك 4 ملايين تولي مروح وتصوب. زوج دورو بارك الله فيك، زوج دورو، زوج دورو، على جال زوج دورو مسحتوا الجزائر من شرقها لغربها، ذبحتوا النساء، ذبحتوا الاولاد، اغتصبتوا النساء، حرقتوا الديار، اعتديتوا على الناس، كنتوا ديروا له فو براش باش تنهبوا وتسرقوا، تروحوا تطبوا على الناس ديار، كي تعرفوا انسان عنده دراهم منه تروحوا تكسروا عليه الدار وتدوا له دراهمه، تسرقوا الصيغه تاع الناس. وصلت بكم جرائم كبرى داخل القانون وخارج القانون، بالاوامر وبلا اوامر، قتلتوا من خيره شباب الجزائر تحت مسمى الارهاب. ودروك راك مديرو في الفوضى، ارواح واش قال لك نطالبوا بحقوقنا. صح راك معرفين باللي الجزائر مستعمره، اكبر حق دومونديه نورمالمون لو كان جيت انسان صريح، لو كان جيت انسان يعني كيما نقولوا جزائري صح، كيما تقول تحيا الجزائر، راك تعيط تحيا الجزائر، لو كان جيت وفعلا تعنوا معنى كلمه تحيا الجزائر صح، دروك راك معرفين باللي الجزائر مستعمره، والله ما ترجعوا لدياركم حتى تحرروها. قام الناس الصديقين تعرفوا باللي الجزائر مستعمره بالوكاله، تعرفوا باللي الجزائر هذيك راه مناهبينها، تعرفوا باللي الجزائر هذيك حاكمينها الخيان وحاكمينها الحك ولاد القوميه، عارفين باللي الجزائر مازالت تحت الاستعمار الفرنسي. لو كان جيتوا صادقين في هذه الكلمه تاع تحيا الجزائر، نموتوا احنا تحيا الجزائر، والله ما ترجعوا لدياركم حتى تتحرر البلاد، ويصرى واش يصرى، بما انكم منافقين. حتى كلمة تحيا الجزائر تجروا بها، تجروا بها برك باش ما كيشوف يقول لك هذا راه يقول لك تحيا الجزائر، تسمى شنقريحة اللي باع البلاد كاملة وتبون وربعته الجنرال ضباط فرنسا اللي باعوا الجزائر لفرنسا يحنوا عليك تقول لهم تحيا الجزائر. بالنسبة ليهم أنت خاين كي تقول تحيا الجزائر، هم الناس يعيطوا دولة مدنية وتحيا الجزائر وداوم من الحباس، راهم يشوفوا فيك خاين كي تقول تحيا الجزائر، راهم يشوفوا فيك خاين، يشوفوا فيك باللي نتايا لازم تموت كما ماتوا المجاهدين، يعتبروك خاين ما راحش يعاونوك. انت نورمالمون واش تطلع تقول لهم كيما واحد كيما نتوما هكا اللي تحوتوا على الخبزيت، قول لهم تحيا فرنسا، دروك يجيبوا لك، شوف يجيبوا لك حقك للدار، تدي 3 ملايين يعطيوك 6 ويزيدوا لك مداما بونيس، ما عندكش السكنه يعطوك السكنه تولي تسكن في كلوب دي شيان موريتي، البلايص هذوك الفخامه يسكنوك حتى في راس الجبل ويديروا لك كوبتر تنزلك وتطلعك التوريست، قول لهم تحيا فرنسا وخاطيك، لان الكلمه اصلا ماهيش طالع منكم بصدق، ماهيش طالع منكم بصدق. لو كان جيتوا فعلا تقول تعنيوا هذيك الكلمه اللي تخرج منكم تاع تحيا الجزائر، والله ما ترجعوا لدياركم حتى تحرروا هذيك البلاد، والله ما ترجعوا لدياركم حتى يتنحوا الخونه والحرك من هذيك المراديه وغير المراديه، والله لو جيتوا تعنوا دعنوا هذيك الهضره صح تاع تحيا الجزائر، والله ما ترجعوا لدياركم حتى تنحوا الخونه والحرك ولاد الحرك من طاقاره ومن عين النعجه ومن على راس الجيش، تنحوهم قاعد تنقوا الجيش، يصبح جيش جزائري مخلص لله، جيش جزائري حر فعلا غير الجزائريين. لو كان جيتوا صح تعنوا الكلمه هذيك تاع تحيا الجزائر، والله ما تخلوا جناح، تخلوا جناح واحد هو اللي يخدم لمصلحه الجزائر. بما انكم منافقين تبزنسوا بها، بزنستوا بالدين، بزنستوا بالوطنيه، بزنستوا بالشهاده، بزنستوا بينا، بزنستوا بالشعب، بزنستوا باعراضنا، بكل شيء، بزنستوا بكل شيء، ما خليتوا حتى حاجه تبزنسوا بها، ما بقاش حاجه اخرى تزيدوا تبزنسوا بها، ما بقاش حاجه اخرى تبزنسوا بها، باش راح تزيدوا تبزنسوا باش؟ اعراض الجزائريين راكم بعتوهم بوطيات معمرين بنساوين، وكاننا سيدي في عصر، في عصر العبيد نبيعو نتا، ها في عصر النخاسه ولينا نخرجوا نسانا في البوطيات وحومل باش تولد في اسبانيا يديرك وقت،
هاي اللي شوف اللي شوف 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 وين وصلنا، الرخص اللي وصلنا له، شوف الرخص اللي وصلنا له، الدين بزنس تو بيه. طلعتوا لنا امام يهضر لنا على قطع صلاة فوقه، امام اخر يهضر لك على بلارج، امام يهضر لك مع على باليش شاف ذبانه تحارب، امام على باليش قال لك بوفكران مسلم. لاخر راح تولوا اكثر من الشيعه، اكثر اكثر الشيعه، تضحكوا على الشيعه. انتم راكم فتتم الشيعه، انتم راكم دخلتونا العالم التبهليل، العالم تاع التبهليل، العالم تاع الرخص والطحين، دخلتونا العالم تاع المهابيل، العالم الهبال دخلتونا. دروك الشناوة راهم يضحكوا علينا، الشناوة راهم ولاو يفهموا الهضرة تاعنا، الشناوة يهضروا الجزائرية نورمال. دروك الشناوة يقول لك الرب هاد العباد هذوك كي دايرين بنادمين هذوك راهم مركبين هذو، شنو البنادم هذا كي راهم كي راه يفهم. ترى تقول له بالله اش دار الثورة 60 سنة استقلال، عمرنا ما سمعنا القصة هذه، عمرنا ما سمعناها، عمرنا ما سمع. شافوا الغراب نحى العالم تاع اسرائيل، خرجوا ما قال لك حنا ثاني عندنا بلارش، حنا ثاني عندنا بلارش دار الثوره، حنا ثاني عندنا بلارش دار الثوره. الاعراف تاجرتوا بها، الدين تاجرتوا به، الوطنيه تاجرتوا بها، ذبحتوا الشعب الجزائري تحت مسمى الوطنيه، الشهداء تاجرتوا بالدم تاعهم وتاجرتوا بهم. كش ما بقات حاجه اخرى تجربة بها؟ واش بقات لكم تجربه؟ راه ودوني انا تجربيه، ما على باليش الا جبت لكم فرنك راه ودوني تجربيه. نساكم تجرتوا بهم، اعراضكم تجرتوا بهم، لحمكم تجرتوا به. شا مازال الحاجه اللي مازال تبوش تجرو بها، غير قولوا لنا برك. ما نعرف هذا طالع يسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخي اول مره راني نشوفك. مرحبا بك خويا، متشرفين بحضورك خويا. مال انت درك راهم حطوك في قائمه المخازينه. يا من بكري حطوني في المخازينه ومع المعاشينه، وحاطني مع اسرائيل ومع فرنسا ومع اسبانيا. انت درك راك خاين، انت درك راك خاين. مادام ما تقولش عمي، مادام ما تقولش عمي تبون راك خاين. ايوا هذيك هي، واش راح ندير؟ خاين الوطن خاين الوطن والتاريخ. خاين كلش. انا وليت قاعد قلت حق هذا هو يا خويا، هذا هو يا خويا. نحن اللي تنتقد شخص يحسبوا لك الخيانه تاع الوطن كامل على راسك. المشكل شوف، تنتقد تصرفات شخص مش شخص. وي بيان سور تصرفاته، بيان سور تصرفاته. اه هذا الانسان سراق ولا فاسد يقول لك راك تسب في الجزائر. اه راك تسب في الجزائر. وي على باليش انا الجزائر كيفاش راه. هذه هي المشكله تاع بصبع. تقول له هكذا يقول لك انت خائن الوطن. بارك الله فيك. يحبوا يعقدوك بس احنا ما نتعقدوش. كيما واحد يقول له باريزومبل هما الفشل تاعهم يردوه بهذه الهضره برك. هذا ما كان يحبوا يعقدونا وحنا الناس ما نتعقدوش. ولا يقول لك حاب تردني كالسودان وتردني كليبيا وسوريا، يعطيك مواصفات ديما تاع طيب. الله الله لي تربح موسى، واش راح نديروا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك. بس الحق يعلى ولا يعلى عليه. والله شوف، تبع الحق وما يهمكش. شوف الحق معروف يعلى ولا يعلى عليه. الشعب كامل، اسمع الشعب كامل، الشعب كامل رقع طادر بالاغلب فم اغلبيه الشعب. الشعب كامل راهو كاره. انا راني عايش في الجزائر، خويا، وراني على بالي بوش كاين. راهي في الحضيض للبلاد. اذا مشيت في طريق ولقيت الناس بزاف اللي يصفقوا لك، اعرف باللي راك على باطل. اذا لقيت الناس بزاف اللي يسبوك، اعرف اللي راك على حق. ان شاء الله هذه المعيار، ما عندهاش معيار واحد. واللي حاب يسب يسب على روح الله، ما على بالي انا. رانا عايشين في البلاد خويا، رانا شايفينها لا مزار. ان شاء الله ربي يحرر بلادنا ان شاء الله. راهي شي الحاجه اللي مغطيه شويه الحاله، راهي قطره المازوت طالعه والغاز. يعني درك مش عيب وعار دولة، يعني يكون يطيح كيما طاح قبل بجوز دولار، درك والله العظيم يبان عارهم. راه بان ديجا، درك راه باين، ما يبقاش يعني الكورونا. والفشل تاعهم قاعدين يخلقوا في ازمات. كانوا خالقين هضرة الزواف، ما مشات لهمش الزواف، ولو دوروها للمغرب يبروفوكو في المغرب باش الشعب يروح في الحرب مع المغرب، يقعد يهضر غير على المغرب والحرب وما نعرفش. لكن والله العلي العظيم فاشلين.
الله لي الله لي تربحهم على كل حال، الله ما لا ينسوهم تربحهم. ان شاء الله، ويروحوا يروحوا، ربي يحفظك. بلاد في مساحة قارة يرحم والديك، زوج ملايين وثلاثمية وثلاثة وثمانين ألف كيلو متر مربع، ومازلنا نجيبوا فيه الماكلة تاعنا من الخارج، مازلنا نجيبوا فيه قشنا من الخارج، مازلنا نجيبوا في اللي يبني لنا من الخارج. مش مازال يرحم والديك تستنى منهم هذوما؟ لك والله والو، انا على بالي انا هضرتها شحال من خطره، هضرتها قلت لهم كنت اختنا فرنسا، والله غني نمشيو عليا كيما لي زانديان، نوليو نديروا الايزار كيما اليمنيين يا ولدي بمكان. العالم قاعد هو اللي يصدر للجزائر، تركيا تصدر، الصين تصدر، فرنسا تصدر، اسبانيا تصدر. اه وحنا غير هكذاك عايشين هكذاك برك، وش هي اعاقه عاله على المجتمع، واعاقه هكذاك برك زياده، احنا ما نصدر ما وقاعدين هكذاك. التصدير تاعنا 98% الطاقة بترول وغاز. لكن هذيك هي 60 سنه وحنا معولين غير على البترول ما والغاز. عليش. لو كان جا هذا النظام، شوف لو كان جا هذا النظام حاب يخدم البلاد صح، حاب يخدم البلاد، ما قلنالوش ما تبيعش الغاز والبترول، بصح كون راه دار كذلك كما نقولوا منافذ اخرى اقتصاديه، كون راه دار مؤسسات شنو شركات يدير منافذ يا ولدي؟ ما كاينش منها، تطوير. راه كاين لوبي في الجزائر، كاين لوبي في الجزائر، مش حاب الجزائر تطلع، كاين لوبي قاعد يحطم في الجزائر. وهذا هو الشيء اللي قاعدين نهضروا فيه، هذا ما قلنا، احنا ما قلناش الجزائر ماهيش بلادنا والله ماهيش مليح، احنا قلنا دولة الناس كيما اللي الجزائر، دولة كيما الجزائر يرحم والديك يدير لك الميزانية تاع البحث العلمي، يدير لك 173 مليون دولار، وتركيا دايرة 20 مليار دولار، تمسخر بيا أنا؟ كيفاش حاب تطلع دولة وكيفاش حاب تبني اقتصاد؟ يا حبيبي شوف، تركيا نهار جاها اردوغان، يعني كيما نقولوا كانت في الحضيض، كانت زيرو، كان المدخول الاجمالي تاع السنوي تاعها 25 مليار، خمسه وكي تطلع 30 مليار، كانت يعني كيما نقولوا مكسره كاع. محمد روح شوف شادر في 20 سنه، 20 سنه احكي مع 20 سنه، 20 سنه هذا اللي راه فيه يفوخوا، هما راهم يفوخوا بهذا الطريق المسمار هذا اللي داروه لنا، لوطو موت، انا نسميه لوطو موت مش لوطو روت. روح امشي في لوطو روت هذاك اللي يعيطوا عليه، والله ما تفوت ال 200 متر تلقى البلديه بالفاس والبالو يحفروا يرقعوا فيه من كل جهه، يرقعوا فيه كل يوم كل يوم. روح شوف تحاول تصرع عليه، غير امن، غير امن اصلا، كاين بلايص والله ما تقدر تمشي فيهم، عباره تنزل تدخل فيها. يعني أنا كل روح يوم فيها، أنا راني كل يوم فيها أنا. دار 26 الف كيلو متر تاع طرق سريعه، 26 الف كيلو متر ما قالش دار 20 سنه وما عنده والو، نهار حكم حكمه معدومه في كل في كل ولايه مستشفى، المنتجعات السياحيه السدود 309 سدود بناها في تركيا، شوف الانفاق شحال دار، شوف يا خدم حسرة. طيارات، خدم طيارات بدون طيار، دبابات، خدم سياره، خدم المطار اللي دار ثاني أكبر مطار في العالم بعد الصين. اكبر 200 مليون سائح في السنوين، يستقبل 200 مليون، احنا في إيه الجزائر العاصمه هذاك المطار كون يدخلوا لهم 5 ملايين خلاص يريب، والله ما إيه يحكم بعض. وش درتوا في 20 عام 60 عام وش درتوا فيها؟ نهار سبيطاراتك تشوف، نهار كورونا تشوف وش صرا فينا، الشعب ولا يموت في الزنق، في الزنق في الجاردن قاعد يموت، في الجاردن يا رب، لا مات في داره كيما الناس، لا مات في السبيطار كيما العباد، في الجرد ولا يموتوا في الطرق. ومن بعد يجيبوا لك تسب في البلاد، ما رانيش نسب في البلاد يا ناس، ما رانيش نسب تسب في في البلاد، البلاد يا ولدي، نحاربوا تسب في في الفساد، البلاد. رانا نحاربوا في الفساد، ما راكش تحارب في الفساد، الله يسهل، اللي عاجبك الفساد الله يسهل عليك، بس احنا مش عاجبنا الفساد. يحارب الفساد، يحارب الفساد، هو فاسد يا هو فاسد باش يحارب الفساد. ما هو درك هذا كون مش في العمالة للغرب يخدموا لمصلحة فرنسا برك، هذا مكان هو مصلحة فاسد، يحارب هذا الفساد، مكان. هو كان ابن العصابة الفاسدة المدلل. لا اردوغان نهار جا لتركيا لقى 1000 مليار، لقى 1000 مليار في الخزانه ما لقاهاش، بصح بناها تركيا، مرقاش بناها تركيا الرب، بناها دروك راه عندها احتياطي نقدي تقريبا ما لباش 500 مليار ولا 600 مليار احتياطي نقدي، نقدي ما يخلقهم، هذاك انسان عنده مخ، والله عليه العظيم، والله العظيم، حكموها يمشي بنا دولة بسلاحها، بفلاحتها، بسياحتها، كلش، بمستشفياتها. مع ان ما عندهمش بترول كيما الجزائر، ما عندهمش غاز كيما الجزائر، ما عندهمش يورانيوم كيما ما الجزائر، ما عندهمش عندهمش ذهب كيما ما عندهم الجزائر. والو، ما عندهم والو، شيء عندهم الصرامة، عندهم الصرامة. ايوا عندهم ناس يحبوا هذيك هما البلاد، الشعب تاعهم، هما الشعب تاعهم مش كيما الشعب تاعنا، نحن ثاني الشعب جاهل، هذا حقيقة. والله الشعب شعب التركي كثر، شوف نقول لك اقسم بالله انا نعرف التراك، اني عايش في وسط اخويا، انا عندي 30 سنة غربة، 30 سنة ومعاشر التراك ونعرفهم، والله اللي كانوا اوسخ من الجزائريين، والله
اوسخ من الجزائريين والله في نو تربيه. نو نو اخي انت اخي ما تعرف الاسبانيين. انا التركه، حتى انا التركه نعرفهم، انا من بكري وانا نروح لتركيا، هم لا فيريتي عندهم مسقمين علينا. احنا شوف شوف، احنا في اوروبا لي زالجيريان ولي ماروكان ولي تونيزيان، غير هم السرقه والغبره، السرقه الغبره شوف يا المشاكل. اخي لا ترك خطيهم يا السرقه. استاذ، كاش ما لا سمعتي تركي يسرق؟ سامحني سامحني خويا، انا التراكه والله غير نعرفهم هنا في اوروبا ونعرفهم في تركيا. شوف التراكه في تركيا تلقاهم متربيين، بصح كي يجوا هنا لاوروبا مخدرات، سرقه، دعاره، ترافيك، كلش والله غير هنا يديروا كلش. كل نعرفهم والله اقسم بالله غير والله نعرفهم. اخي انا مسافر دول وي اخرى صح، كاينه نسبه بصح قليله تاع المخدرات، بصح السرقه خطيتهم. الاتراك السرقه معاك، خطيتهم، بصح الجزائري مش كل شيء بس جزائريين. الجزائريين 70% هم والمغاربه والتوانسه، ربيت فرنسا، ربيت فرنسا قبل ما تخش فرنسا، ربتنا بيان 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 بيان، جات 70% جات كل سراق. اقسم هذا بالله اصبر دقيقة، شوف هذا المبغل واش قال لك. قال لك أوروبا وما أدراك، وما عملت والو في وقت كورونا. لا لا، عملت في وقت كورونا. أنا نعيش في أوروبا، في أوروبا في وقت كورونا كنا نخلصوا احنا قاعدين في الديار، ما نحاو علينا تاع تريسيتي ونحاو علينا لي زامبو، فهمت؟ والخلصة توصل كنت قاعد في الدار، منظمين المحلات كان ما منها، كان فيه. قالوا هذه الجماعه اللي يسكنوا في اوروبا كان أنا منها، اللي ساكن في أوروبا محمد، أنا اللي ساكن هنا في كان غرناطة. منها. مام لي كوميرسون اعطاوهم خلصوا لهم عطاهم الخدام. بروتوكول نورمال اللي سكر، اللي شوف يقول لك سكر الحانوت 3 موا 4 موا، 4 موا هذيك خالصه خالصه، كان منها وينحوا صح، عليك الزنكو وينحوا عليك الكراع، فهمت؟ سبيطارات هنا، انت جاي تشرك لنا فمك عليها. احنا هنا في هولندا كنا نشوف الهولنديين مرميين في الصندوق، مش مرميين في الزنق. سبيطارات كاينين، صح كان عندهم اكتظاظ، بصح احتووا الازمه، حتى كي ضاقت عليهم بزاف عيطوا لالمانيا، استعانوا بالمانيا، بس المانيا فتحت سبيطارات ما شاء الله. المانيا كانت تجيب المرضى تاع الكورونا من فرنسا ومن بلجيكا ومن سليم هولندا ومن عشر الدنيا، وتقول لهم جيبوا عندنا الاتساع. جارني. ما كانوش الناس يتراموا في الزنق، ما مش خرجوا الناس هنايا بالفيديوهات يقول لك انا ما جيناش واش ناكلوا، كيما البليده، البليده حاصروها الناس خرجوا يقول لك ما عندناش حتى المقارون. امشي الله يلعنك يا طحان، قال له تكذب، امشي الله يلعنك تكذب، يا ودي، امشي يا طحان هذا يلعنك. راهو، هذا راهو شلاك، امشي خليك منه، هذا راهو امشي شلاك. لا تطلع عليك، اللي قال لك راك تكذب، راهو شلاك خليه مسكين. خليه الله يلعنك. اذا تاني كنت تكذب وخليه الله على روحه، يلعنك، تكذب وخليه الله يلعنك. خليه يكتب على روحه، هذه بلوكيتو، خليه يكتب مسكين على منها. روحه. انا هنايا في كورونا، هذا راهو كورونا مسكين شلاكة، هذا مسكين راهو شلاكة. نورمال كراكات فات علينا كورونا يا اخي. انا كنت ندير لايفات في وقت كورونا في الدار تاعي، كنت ندير لايفات، عمرهم ما قال لك لا انت ما على باليش. خرجوا هولنديين قال لك ما جيناش واش ناكلوا، ما جيناش واش نشربوا، هم قطعوا علينا الخبز، هم ما كانش خبز، هم ما كانش، ما كانش. تروح للحانوت تشري نورمال، والدوله والله تخلص معاك وكل سيرتو شيء بليده عليك. مساكن، حاصروهم مساكن والله. يا يا بدي خرجوا حراير حراير بالنقاب، خرجوا يبكوا الرب اللي نورمالمون عفيفات يعني، نورمالمون ما يهضروش كاع، خرجوا يبكوا يقول لك رانا ضعنا. رجع سريت انا النهار لموا لهم المرت الجاي المقبور صالح صالح هذاك، بعثت السميه تاع الماكله، من بعد ظهرت بلي سرقتهم، سرقوهم تاع السيزي، بعثوهم باسم الجايد صالح. كي راحوا تما والله اللي سرقوا هذيك السميات غير الكازيرنا تاع البياري، اول ما نزلوا السيمية تداوهم للكازرنا وتاع البياري، بداو بهم هما سرقوهم. جيت تكذب علينا لهنا الله يلعنكم وسيدي. خبرنا على قضية هذه تاع احنا، وكنت نهضر على هذا المعتوهين المعطوبين تاع الجيش، المعطوبين والمشطوبين هذو، كل مرة يخرجوا دوموندي وغير عاد زيدوا لنا في الماكلة، زيدوا لنا في هذه، زيدوا لنا في هذه. مش عمرهم ما طبيعي. خرجوا، يعني تحيا الجزائر بصدق، انهم عارفين باللي الجزائر مازالت مستعمرة، انهم يخرجوا يقولوا دولة مدنية، يخرجوا يقول لك غير زيدونا في الخاصة، وعارفين باللي الجزائر مستعمرة، زيدونا اعطونا الخاصة اعطونا السكنة. تمام طبي يعني الجيش. هذو كل مرة يخرجوا يديروا الفوضى برك. هذا انا نشوف فيهم غير معاتيه برك، لا اكثر ولا اقل. هذا ها ها ايه
والله ما أما يخدموا بهم واقيلا لازم. قال له ارواح نصرخوك ودي حقك، ارواح نصرخوك ودي حقك، ارواح نصرخوك ودي حقك. تسمى تاع البايبرك، اعطونا زيدونا البايبرك. مع ان هذا الناس ذاك النهار وريت واحد الفيديو، واحد قاعد يخطب وش يقول له؟ يقول له تتهموا فينا احنا باللي الايه دي خارجيه؟ قال له لا لا، قال له الايه دي خارجيه، رانا شفناها متصورين معكم في المرابي. تسمى راه يعترف باللي الايه دي الخارجيه والناس اللي مستعمرين الجزائر والمرتزقة باللي راهم في المرادية، ومع ذلك يروح للمرتزقة والأيادي خارجية يقول لهم أعطوني السكنة. هذو قعدوا كيما الحرك وقت فرنسا، كانوا يروحوا يدوا الباكيطة تاع التيبان تاع الخبزة هذيك تاع كيلو، يدوها من عند فرنسا، أعطونا ناكلوا برك، أعطونا ناكلوا ورانا معاملة فرنسا. إيه نفس العقلية نفس التطبيق، يعني ما تبدلت حتى حاجة، نفس العقلية نفس التطبيق. أعطونا ناكلوا برك، البلاد مستعمرة راها فرنسا تحكم فينا، راك من هبتوا الأموال، أعطونا ناكلوا برك. هو سيدي موش مشكل، غدوة كون يجيو يعطوا له سكنة، هذا يعطوا له سكنة ويزيدوا له في الخلصة شوية، والله لا يبيع البلاد نورمال، بيعوها من قبل هم بايعينها والله يبيعها. والعايشين كي تهضر معاه، كي تهضر معاه يقول لك احنا حاربنا الإرهاب في التسعينات، وش من إرهاب حربته؟ ثم ذبحتوا الشعب. والله العظيم ذبحوا 250 ألف، ذبحوا 250 ألف. والله غير حكاها لي واحد، قال لي قسما بالله، قال لي يا هذوك اللي دارهم تاع الحلف الشعبي ولا كيسموا هذوك تاع هذاك الشعب اللي سلحوه اللي عطاهم سلحهم منه. قال لي والله غير كانوا يديروا لي فوق باراج، لي فوق باراج، قال لي والله يخطفوا انت ويسرقوا نورمال. والله كانوا يديروا لي فوق باراج، والله كانوا يديروا لي فوق باراج. واحد حكموه عندنا حكموه ضربوه بكانسون. واللي ما حكموهمش ملايين. والله العظيم والله لك، قال لي والله، قال لي والله لك كانوا يسرقوا الناس ويدخلوا الديار الناس ويهدوا الناس ويدوا رزق الناس ويغتصبوا البنات ويقتلوا الناس نورمال. واللي شايف الواحد يذبحوه يقول لك الارهاب ذبحوه، وهي رايحه الحرس البلدي، هذا اللي داروا الحرس البلدي. قال لي والله غير داروا المنكر، المنكر. قال لي كي يكون عنده مشكل مع واحد، معاه مشكل يشريها له، قال لك في الليل يروح يذبحه ويقول لك الارهاب ذبحه، هو اللي ذبحه. كاينه ما 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 جيا، شكون اللي خداش، شكون اللي صلحها؟ جيا صلحها طفيق، خدم النظام، خدم النظام. كيما جيا شكون اللي صلحها؟ صلحها طفيق. هما اللي صنعوها، نزار وتوفيق وربيعته هما اللي صنعوها. بصح صلحها طفيق، الحرس البلدي هذا، الحرس صلحها طفيق، والمصالحة الوطنية استفادوا منها، هما استفادوا منها لي جينيرو اللي كانوا يذبحوا والمخابرات. بارك الله فيك. دروك هما اللي استفادوا منها. يجي واحد من هادو ويقول لي انا باللي كنت ندافع عن الجزائر، ندافع عن الجزائر في التسعينات، نقول له راك تكذب، راك كنت تدافع على الجنرالات، راك كنت تدافع على باوي كان يدافع على خالد جزار والعماري، تدافع على الخونه اللي راك انت كنت تساعد في الاستعمار. دروك يا اما تعترف انك ما كنتش عارف وتصلح الاخطاء نتاعك، توقف مع الشعب باش نحروا بلادنا، يا اما تقول لي لا احنا هكا ونعتبرك خاين معاهم وانتهى الموضوع. بصح باش كل مره جاي اعطوني زيدوني في المقارون، زيدوني في السباغيتي، خصني الماكله، خصني انا تاكلوا الراجل، تاكلوا الراجل من عندي انا، تاكلوا كنت ما خليته في الجزائر باش تاكلوا فيها، بعتوا البلاد مديتوها للخارج. والله باع باش يزيدوا يستعمروا، باع الكلاب. وضرب جاي تشرك فمك تقول اروح وقفوا معايا، فاش نوقف معاك انا، فاش نوقف معاك، فاش نوقف معاك؟ انتوما اللي لازم توقفوا مع الشعب، انتوما اللي لازم توقفوا مع الشعب. اخرج طاش، سمعتي واحد يعيط دوله مدنيه ولا بوفوار اساسان اللي كانوا يعيطوا فيها، كانوا يعيطوا فيها الرجال الاحرار والحرائر، يعني ما داروش العشريه، ما حاربوش الارهاب وما كانوش مع الارهاب، جزائريين احرار. فهمت؟ نهار خرجوا قال لك بوفوار اساسا، مخابرات ارهابيه تسقط المافيا العسكريه، قال لك نريد دوله العدل والقانون، دوله مدنيه ماشي عسكريه. انتم يا زعما خدمتوا العشريه ودرك راكم تطالبوا دماء الجزائريين، تحبوا تبلعوها في كروشكم، تحبوا تبلعوا الجزائر، الجزائر بلعتوها في كروشكم، سلمتوها لفرنسا ودرك راكم تحوسوا على اللقمه.
واحد عنده الخير في يده، راح يمده للعدو ومن بعد يقول له اعطيني ما ناكل. الجزائر سلمتها الفرنسا، سلمتها للاعداء تاعها، وذاك اعطينا ناكلوا. تاكلوا الرهج، تاكلوا الرهج من عندي انا، تاكلوا الرهج. نقول لك حاجه والله غير تموتوا محقورين، ما دامكم هكذا تبقوا على هذه الطبيعه هذه، ما كنتش حابين تفهموا تنوضوا مع الشعب، والله غير تموتوا رخاص وطحا. احنا ربي يلعنكم ويزيد الشعب يلعنكم ويزيد الملائكه يلعنكم ودين رب العالمين يلعنكم، وحتى العصابه اللي كنتوا تخدموا فيها 10 سنين وانتم تدفعوا الشعب من اجل الجنرالات، الجنرالات هم لاعنينكم دروك، راهم لاعنينكم وسبوا فيكم. ودرك ودرك زادوا داروا لهم، زادوا داروا لهم مشكله مع المغرب، هم قاعدين غير يتسابوا هما والمغاربه، كل بهايم كل بهايم يتسابوا هما والمغاربه، المغاربه يسبوا والجزائريين يسبوا، وجماعه راهي قاعده عايشه سفاهة برك، هذوك غير سفاهة برك، احنا ما نديرش على واحد سافي كيطلع يسب المغرب. ايه السفيه هذوك مازال اللي تحكي عليهم انت، هما. السلام عليكم محمد. السلام عليكم خويا محمد. وعليكم السلام خويا، واش راك لاباس؟ والله غير لاباس. هما سببنا، هادو هما سببنا. اسمع نهار البوط، اسمع نهار البوط نهار البوط تمسخر بهم هذا غير تبون هذا اللي جابوه العسكر، تمسخر بهم رواحوا فوطي فوطي راحوا فوطاو، هادو سبابنا. وهادو في العشريه، اسمع في العشريه السوداع، اسمع في العشريه السوداع اللي كانوا يبراكيو في الكيران، اسمع الكيران تاع حمام مريغه، داو لهم الذهب وداو لهم كلش، ولاو يقتلوا فيهم بزاف، قتلوا ناس، هادو قتالين هادو اكسلام، كان يستعملهم خالد نزار والتوفيق، هو دارهم هادو متقاعدين الجيش الشنابط، وكاع داروا التير في العشريه السوداء هادو، واليوم راهم يطالبوا في الحقوق زعما. نهار البوط اسمع نهار خرجنا وعلاه ما جاوش معنا، واش راهم يطالع خلي اسمع ان شاء الله يصرى فيهم الباطل، ان شاء الله يصرى فيهم الشر، هادو كاع كلاب وكاع حقارين وكاع قتالين. راك تسمعوا المخطوبين تاع الجيش، مش معطوبين انتم المخطوبين، انتم المخطوبين اسمع عقدوا عليكم الجنرالات، والله نقول لك حاجه، نسميكم واحد التسميه باش الشعب الجزائري، انتم مش المعطوبين، انتم المفروعين تاع الجيش. ايوا فرعكم خالد ايه. انتم هما المفروعين، ربي يزيد يسلمكم. داروهم هما اللي داروهم اونتي بال خويا محمد، خويا محمد انا اسمع اسمع انا كنت في واحد العام في 97، كنت في بليده جابوا تلت شنابط، سمعت قاتلين مرا وزوج عباد، جابوا 15 15، اني شافيها كيما اليوم اك سمع، داروا التير والله العظيم، غير داروا التير. هادو هما اللي كانوا يدخلوا للديور يبراكيو ويديو سمعت، يديو النساء ويديو الذهب، داروا التير هادو سمعت. فوفير عطى لهم فوفير خالد نزار والتوفيق، قال لهم ديروا كلش اونتي، وداروهم اونتي بال تاعهم. هادو هما يستاهلوا الموت دوكا، سمعت يا شعب الجزائري ما يغيظوكمش، هادو هما القتالين، هادو هما سببنا نهار البوط، سمعت هادو من ربيعة عمار الميني ومروان وكاع، هادو هما، هادو ولاد الحرام، هادو خاوتنا، راني هنا في الجزائر ونهضر وراني مسؤول على كلامي. ربي يحفظك وربي يبارك فيك. حنا انا درت معاهم واحد الاتفاق، درت معاهم واحد الفكره، قلت لهم شوفوا اخر، قلت لهم انتم في التسعينات غلطتوا، ما كنتوش تعرفوا باللي راكم تذبحوا في الشعب الجزائري، وقلتوا باللي راكم كنتوا تحاربوا في الارهاب، والنظام ضحك على عقولكم وقال لكم راكم تحاربوا في الارهاب وانتم ما صدقتوه. صح غلطتوا ماشي مشكل، بصح حضرك راك معرفتوا باللي غلطتوا، صحوا الاخطاء تاعكم، راكم انتوما بوحدكم قادرين تعاودوا تحروا العاصمه وترجعوا الحركه للميدان، روحوا تفاهموا بيناتكم في 1000 2000 واحد 3000 واحد، بما انكم ذوي الخبره ومولفين بال فك الحصار، وراكم خدمتوا حرب ابو احمد، راك عندك كيما نقولوا حنا القدره على فك الحصار، وقادر تستحمل الضرب تاع البوليس كي يضربك بالقفز، وقادر تستحمل اي حاجه باسكو راك مولف. قلت لهم روحوا للعاصمه اثبتوا للشعب الجزائري باللي راكم اسيدي غلطتوا، ديروا حاجه تصلح، انسان غلط غلطه في حياته يتبع الحسنه بالسيئه، درت سيئه دير وراها الحسنه،
ها اتبع الحسنة بالسيئة تمحوها، راكم درتوا غلطوا، تفاهموا بيناتكم الناس الصادقين اللي فيكم، روحوا العاصمة عاودوا رجعوا الحرك، والشعب الجزائري يقول لكم سيدي بارك الله فيك، غلطتوا في حقنا في التسعينات ما كنتوش عارفين، بصح دركي عرفتوا وراكم واقفين باش تحروا الجزائر، مرحبا بكم. بصح باش تشتغل كل مرة تقول زيدوني الخبز زيدوني الخبز، بعت البلاد كاملة وراك تجري وراك تيبانات على الخبز، الله ينعل والديك، طحان بالطحان، رخيص وجماته وما تسواش فرنك. بالنسبة لي راك رخيص. نزلهم بلاد ايه كاملة شت سلمتوها للخونة باقتصادها بأموالها بثرواتها بشعبها سلمتوها للخونة، ودروك راك تجري باش يعطيك تيبانات على الخبز. وش العيب والعار اللي عندكم هاي؟ وش الرخص والطحين؟ وروح وقفوا معانا، وين نوقف معاك أنا؟ وين نوقف معاك؟ على واش نوقف معاك؟ قول لي برك علي واش نوقف معاك؟ الخبز يا جيعان يا جيعان يا جيعان، راكم تدوس 3 ملايين ونص ولا 4 ملايين يا طحاحنا، راه كاين ناس النهار كامل ويكسر الحجر مسكين ويهز في الرمل ويهز في الكرافي ويهز في الطوب، يدي في مليون و200، هذاك اللي نوقف معاه انا قال لي المسكين زيدونا اعطونا السكنه، نعطيك السكنه، الناس راه تسكن في الغيران، انت حاب تدي السكنه اعطونا السكنه. أنا تسمى حركي حركي كيما الحرك تاع فرنسا، راهم لوفرك لوفرك يطالبوا في فرنسا باش تستعرف بهم، حتى جا ماكرون باش تستعرف بهم وعلق لهم هذيك الميداليه تاع الشوفالي، قصدي هذيك علقها لهم شغل تستعرفوا بهم بلي راهم خدموا فرنسا، انتم راكم تطالبوا كيما الحرك باش يستعرفوا بكم بلي راكم بعتوا الجزائر، خويا بعتوا محمد، الجزائر يا الخونه يا الحرك. خويا محمد، تفضل خويا. ما اسمع هاد الناس، هادو الشعب الجزائري الاحرار وخاوتنا، ما ننسناو منهم والو، ما تكسرش راسك، سمعت؟ ما عندنا ما ننسناو منهم، هادو عبيد خلاص، هادو عبيد، سمعت؟ اسمع الكرامه تاعو والحريه ما على بالوش بها، يحوس غير على الدورو، يحوس ياكل ويشرب، ما اسمع من بعد عمار الميني ومروان وكاع، هادوك كاع شمايت، هادوك اسمع، هادوك عبيد خلاص، هادوك ما ننسنا منهم والو نايا، هادوك هما اسمع فاقولهم، اسمع لعبوا بهم بكري في ناخذ العشريه السوداء، لعبوا بهم منيح منيح، تمسخروا بهم، سمعت؟ ولاو يقتلوا في خوتهم، ما كان لا ارهاب لا والو، الارهاب هما، سمعت ولاو يقتلوا في العسكر بيناتهم، سمعت؟ ولاو يقتلوا في البوليسيه، ولاو يقتلوا مين داك يروح شعبي، هذا ما كان، كانوا يتقاتلوا بعضهم، خالد النزار هو دارها، دارها على جال الفيس، شاف الفيس ربح، سمعت؟ ربح شاف الفيس ربح في الانتخابات، دار هذه المشكله، هما على بالهم كاين الارهاب، يا ولاد الحرام ما كان لا ارهاب لا والو، انتوما في انتوما تتقاتلوا بعضكم يا متقاعدين الجيش، ويصرى فيهم الباطل يا خويا محمد، ربي العالمين كاين، والله غير يصرى فيهم الباطل، يا شعب الجزائر، الشعب الجزائري كاع على باله، كاع على باله، كانوا هما اللي يقتلوا في العشريه السوداء، داروا التير يا موح، يا خويا محمد داروا التير، قسم بالله غير داروا التير، راني على بالي، راني مسؤول على كلمه، الشعب الجزائري كاع على باله. متفق معك يا اخي، انا متفق معك. وش هو احنا دركا كيما يقولوا هاد المتقاعدين تاع الجيش المعطوبين هذو، المقعورين تاع الجيش، المقعورين المثقوبين تاع الجيش، تسمى كانوا قرابه 10000 10000، كاين فيهم نسبه كيما نقولوا احنا في التسعينات غلطوا، بصح ما كانوش عارفين باللي راهم يحاربوا في، هما كانوا يظنوا الوطنيه المزيفه انهم يحاربوا في الارهاب، وهذه كانوا يظنوا غلط. كان الناس اتصلوا فيا قال لي يا ودي احنا والله ما كنا عارفين، ما كناش عارفين صح، كنا نظنوا باللي كاين ارهاب، قال لي من بعد والله غير عرفناها الا غالب، قلنا له يا ودي غلط، هذيك بينك بين ربي، الشعب قادر يسامحك، بصح مادام غلط صحح الخطا تاعك. ذرك الامم هذه كاين 10000 من المتقاعدين تاع الجيش، فيهم الفاسدين، فيهم اللي كانوا يعرفوا باللي راهم في الشعب، فيهم اللي كانوا يحاربوا في الفيس كما قلت، يحاربوا في الاسلام، يحاربوا في دين رب العالمين، اي واحد اللحيه ينحوهم من الدنيا هاي صح. بصح درك راك ما عرفتوا الحقيقه، من 10000 هذيك ما كانش فيكم 500 واحد والله 1000 واحد يعني قال لك يا سيدي والله غير غلطنا ونروح نصحح الغلطه تاعنا، يعني 1000 في 10000 يعني واحد من 10، ما كانش اليس فيكم رجل رشيد قال يا سيدي والله غلطنا سيدي وعرفنا باللي رانا سلمنا الجزائر، عاوننا الجنرالات باش يتحكموا في الجزائر يزيدوا يدمروها، ارواح نحو الاخطاء نتاعنا درك نصحوها، ارواح يا سيدي احنا في 1000 واحد راه نطلعوا العاصمه نتوكلوا على رب العالمين، يا سيدي نكونوا احنا الشعله اللي تعاود ترجع الحراك، ونوقفوا في وسط الشعب
واللي يسرى لنا يسرى للشعب، واللي يسرى للشعب يسرى لنا. هاي من الشعب. ها هايس ها راح حاجه سهله مش صعيبه. الانسان الصادق يدير ما كانش. اما انت يا انسان راك كذاب منافق، انسان حركي، كنت تخدم في الخدمه تاع الحرك وقت فرنسا، سلمت الجزائر لفرنسا، انتوما عاودتوا الجزائر مديتوها للجنرالات، مكنتوا الجنرالات في الثمانينات، الجنرالات ما كانوش متمكنين من الجزائر كامله الثمانينات في وقت هذي، وما كانش عندهم سيطره على التربيه والتعليم، ما كانش عندهم سيطره كامله على الاقتصاد. انتوما مديتوا الجزائر العمق تاع الجزائر مديتوا للجنرالات، راكم متحكمين في كل حاجه، تحكمونا حتى في لي طواليت بيبليك، لي طواليت بيبليك ومتحكمين فيهم الجنرالات. شبكه الهواتف حاطين عليها جنرال، الاذاعات حاطين عليها جنرال، الجامعات حاطين عليها جنرال. غلغلتوا الجيش في الجنرالات الفاسدين، كون خرجوا يصلحوا، كون خرجوا يصلحوا معليش، كون خرجوا وطنيين يخدموا البلاد معليش. راكم مكنتوا فرنسا والخونه تاعها ولاد فرنسا وضباط فرنسا مكنتوهم من الجزائر 100%، ودروك طالع عطوني ناكل، تاكل الرج من عندنا، تاكل تاكل راه ربي يفقعك يا المفقوعين يا المفقوعين. خرج عمار الميني فمه قاعد يهضر فيها، قال لهم احنا النظام جندنا باش نكسروا الحراك، قال لهم دخلونا في الحراك باش نكسروه ونجحنا. ايوا قالها صح، تبع لي في فلان وتبع لي في فلان. انا ما نمنهمش خويا محمد، هادو يتبعوا الماده، سمعت؟ وما زالهم لو كان اسمع لو كان ما زالهم يتبعوا الماده، ولو كان ما ولو كان نهار البوط يديروا انتخابات يروحوا يبوطيو ثاني، ولاد الحرام يا خويا محمد، سمعت؟ ما يتمنوش، والله ما يتمنوا، انا ما نمنهمش، والشعب الجزائري كاع ما يمنهمش، هادو ولاد الحرام يتبعوا دورهم على شوف ما على بالوش كاع بالحريه وما على بالوش بالكرامه، اعطي له الدور وبرك. خويا حنا مانيش مامن فيهم، بس حضرك حنا عطيناهم كيما يقول لك الخيار، هما يخيروا الى حابين يمشوا مع الشعب. هاي عندهم فرصه، عندهم فرصه يثبتوا الوجود تاعهم باللي فعلا راهم مع الشعب. قال يا سيدي 10000 من معطوبين الجيش فيهم 1000 صالحين، 1000 ناس تابوا، ناس فهموا، يلا 1000 قادرين تعاودوا ترجعوا الحركه في العاصمه، 1000 كيما وصلتوا لهنا هاهم وصلوا. وين وصلتوا؟ وين درتوا هذا التحول؟ ها لا تسبعدك نوريه لك. ها ها هذا وين درتوا؟ هذا وين درتوه؟ وين درتوه هذا؟ وين ها مقرونة ها ها هاي يا سيدي وين هذا؟ وين هذه محمد؟ وين قادرين نرجعوا الحراك؟ كوركتور ثم كي وصلتوا ثم في النهار خلاص، في النهار يخرج تخرج أمة لا إله إلا الله مع الفجر، وتبدأ دولة مدنية وماشي عسكرية، دولة الشعب كامل ينضم لكم، الشعب كامل راح ينضم لكم والله غير ينضم رسمية. تعال والله غنظن اليوم صح، خايفين من القزول، هاك وديتوا القزول على باطل، على باطل وديتوا القزول يضربوا فيكم بالكليموجين، مرة ضربوهم برصاص. محمد محمد يا خويا محمد سواك، هذوك راه مامورين يعطوا لهم الساعة لقداه يجوا، يعطوا لهم الساعة لقداه يروحوا، فاهم؟ ايه راه ثم مشكل تاعهم، ايه المقعورين بارك الله فيك، بارك الله فيك، صحيت. انت دوكا تشوف واحد يروح للقازيرنا، وين كان القازيرنا تروح ثم، اطلع للقسنطينه، اطلع للجزائر، اطلع للسطيف، وصل البلاد ما تروحلوش، وين كان القازيرنا تروح الدايه وتقول له ما يضربوكش. ايه بس درك احنا ماش نهضروا عليه، هذو اللي راحوا احنا ونهضروا، هذو اللي راحوا مش 10000. هما قال لك هذاك النهار واحد يهضر معايا هو زعما من المعطوبين، قلت له شحال كاين المعطوبين في الجزائر والمشطوبين هذو؟ قال لي قرابه 10000. لا هضر معايا اسمع محمد قطعتك اسمح لي، ديك النهار ثاني بالجزائر كمان يطلع معنا، ديك النهار قال لي انت يا راك تضرب منا ومنا، قلت له علاه؟ قال لي شفتك مع محمد، قلت انت محمد انت الله يسهل انت محمد، محمد ناقشك ما حاب ترجع له وهبطك مرتين، قلت له طلعك مره وزاد هبطك طلعك وزاد طلعك، قلت ديما في الجوجه تاعك. ايه راك فاهم المشكل تاعهم هذوك
المشكل شوف هما شوف يقول لك انت واش دير، ما يقولش هو ما هوش مش هو اللي شو يدير، فهمت الحكايه تاعهم هما يحب يعقدوك هذاك علاش هوتو انا هذاك تاعو مش طوب بارك الله فيك علاش هوتو تقول له باغ اكزومبل تهضر له تقول له تقول له باغ اكزومبل يا سيدي انا نهضر على الناس مثلا اللي راهم سيدي كما قلت مخلصين في هذيك المعطوبين والمشطوبين اللي فهموا، يقول لك راه كاين الخيانه بيناتهم، قلت له روح صفوا بعضكم وروحوا، لا ما راكش فاهمني برك، يبقى يدور لك في الهضره يتعوج لك هكا يتعوج لك هكا، كل ما تحشره في زاويه يهرب لك الزاويه الاخرى، كل ما تحطه قدام الامر الواقع يهرب لك الجهه الاخرى، تحطه هنا في الامر الواقع يا ولدي مد السين تكذبوا برك بارك الله فيك. اسمع مد السين والله اسمع معطوبين تاع بصح على بالي بلي كان مشطوبين فاهمين وفهموا باللي راهم ضحكوا عليهم في التسعينات وفهموا باللي راهم تخدعوا، وين هذوك حنا هذوك اللي نقوسوا عليهم وين راهم غلطتوا غلطه مسحوا كاين حاجه قليله صح حاجه قدركم اللي هي خراي لما خراها الرب اللي هي خراي لما يمسح خرا خريتوا في الجزائر في التسعينات نصغوا خراكم دروك نصغوا رواحكم الرب غلطوا غلطه صحوها دروك والله خلاص عميتوا لها باباها في التسعينات وتخبيتوا دروك في دياركم نهار كانوا الناس يقول لكم ها العمى ما ديروش حاجه كيما راكم تقتلوا في الشعب ومنا لا لا حنا نحاربوا في الارهاب تحلوا في صدوركم وكي قعرتوا لها باباها هربتوا تخبيتوا في دياركم خماج معفنين خواص طحنا شميت حومه قال لك حنا حومه الواي وحومه النوم هو مرته ما حنا محمد 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 انت واحد انت واحد دير سيلفي الفوتو يديرهم راك عارف دايرهم خلاص واش تحضر معاه انت مو الفوتوات هذاك الله انا عندك الحق يا سبحان الله عندك الحق لا لا الله محمد رسول الله كانوا يحاربوا في الفيس يا ودي حاربوا الفيس حاربوا الشعب يا ودي انا والله العظيم لو واحد هضر علي قال لي والله اللي كانوا ينزلوا الناس من الكيران يغتصبوا النساء بنات يغتصبوهم وكان حتى اللي ذبحوه اغتصبوهم وذبحوه هك ما كره وديروا التير اخويا محمد يا خويا محمد راهم داروا التير اش بيك على بالهم كاع الناس لو على بالهم واش كانوا يديروا اخي الفوق قال يسكن في اسمع اخي الفوق قال الفوق يسكن في الجزائر شخصيا واش داروا في بالمسوس وتاع ومنا منا منا اسمع شخصي في الجامعه تاع بن عكلون شخصي هاو شخصي هاو قدام شخصي يا اخي هنا جيت مقطع خيره اخويا محمد هنا جيت مقطع شوف جيت مقطع خيره وجيت بوفاريك قسم بالله غير النار شعلوها في الناس يا اسمع كانوا يدخلوا للديور والله غير سورتو هذوك واسمهم شنابط هذوك حارس تاع الحارس هذوك واسمهم هذوك اللي عيطوا شنابط لي باتريوت هذوك دبازات هذوك قسم بالله العظيم غير تشور حتى هربوا هنا في مقطع خيره يا كانوا دايرين تير يا ربي يا ما كان طاق على منطاق فاهم طاق على منطاق ما كاش هذه قاعد توفيق وخاز نزار وما خربشوا لها باباها قاع شافوا الفيس راح يربح سمعت شافوا بلي الشعب خلاص بوطا قاع الفيس اي النار شعلها شعل النار وخلاها تقدي دار لون تيبال هادو اعطاهم الدراهم واعطاهم السلاح ولاو يجلسيو سي وصون بيتي خويا الناس هادو ما تسنى منهم والو راهم دايرين الشر وغدو عند ربي يتحاسبوا كاع ما تخافش يا استاذ راني فاهمك شوف واحد الحاجه تفهمها مليح استاذ تقول لي خالد نزار وتوفيق ربي في القران قال لك فرعون وهامان وجنودهما شوف حتى الجنود هذوك جمعهم ربي ما قالكش هذو راهم يمشوا بالاوامر تاع فرعون وهامان لا هما ثاني ظالمين علاه؟ إيه؟ لأن لولا هذوك ما يتفرعنوش أنا قلتها لهم لولاكم ما ظلموا لو كما جيتوش انتوما هذوك ما يتحكموش لنا لو كما جيتوش انتوما هذوك والله ما يتعدوا على الجزائر لو كما جيتوش انتوما خالد نصار وتوفيق والله ما يتحكموا في الجزائريين لو كما جيتوش انتوما ضباط فرنسا والله ما يقعدوا ساعة في الجزائر لأن جدادكم حرك قومية كما اللي قتلوا شعباني واللي قتلوا خير شعب الجزائر في الستينات صفوا المجاهدين قعدتوا انتم وولادهم زدتوا صفيتوا خير الشعب الجزائري في التسعينات لا اله الا الله محمد رسول الله
ربو خاوتي ربي يحفظكم ويبارك فيكم. المهم انا درك نختم هذا اللايف، ربي يبارك فيكم، على تشرفت بالحضور تاعكم معنا، ومرحبا بكم في اللايف القادم ان شاء الله. مرحبا بكم دائما خاوتنا، تهلاونا في رواية. ماناش حابسين خويا موح، خويا محمد، والله ما انا حابسين يوم الدين عقابهم للممات، دوله مدنيه ماشي عسكريه. باش ما نحبسوش، مانيش حابس ومانيش راح نحبس، وجام كلمه الحق ما نحبسش عليها، والله ما نحبس عليها حتى والله ينحرني، والله ماني حبس عليها كلمه بارك الحق. الله فيك صحيح، والله ينحرني انا ما نحبسش يا خويا. الحرور انا ماشي عمر الميني طحان شاوي ذا الحرور هاني والله. واش جاب واش جاب؟ ما تهدرش على هذاك يا خويا محمد، واش جاب الجاب؟ هذاك او هذاك زامل ورخيص. انا هك انا واش جاب الجاب؟ هذاك رخيص بزاف. تهدر على هذاك دمت على العرب الاحرار اللي فتحوا العالم، كانوا في جزيره العرب وقعروا العالم كامل فتحوه، تخلط مع الدم تاع الشاويه، راه واحد الجينات اللي داخل تلعب ما عندك مشو، قسما بالله الصراع ما عند ربي وحده يعلم به، والله ماني حابس، والله العظيم يوم القيامه كنوض، يوم القيامه باذن الله يوم يبعث الناس نوقف الذم نقول لهم دوله مدنيه ماشي عسكريه، وهذوك الخوان والله ماني سامح الواحد فيهم وماني طالق واحد فيكم. ربي يعيشك ويعيشنا خويا. لا حال بزار، لا رباعته، لا الجنرالات، لا الولاد، والله لا كل ولاد حكوميه، الله يلعنكم في الدنيا وفي الاخره، والله لا يسامحكم لا انتم ولا ولادكم ولا اللي معكم. محمد يا خويا محمد، محمد نكمل لك الثانيه برك هذه وصار روح الله يعيشك. شوف تاع القبائل هذاك الماك هذاك، شوف كان بك كان يدير ثم المانيا ثم في الجزائر نورمال، يطلع للجزائر يطلع الجامعات يدير كلش، هو خرج الحراك هما خرجوا للخارج. ايه هم هما خرجوا، هما خرجوا للخارج. ايه بكري كانوا ثم يديروا المانيا ثم، كانوا يديروا المانيا ثم يديروا نورمال في بلاد القبائل، يطلعوا الجزائر يديروا كل شيء، جبرهم هنا هذا مهنا هذاك اسمه فرحت مهنا. هو كي يطلع كي يطلع نسمه هما شو يحوسوا، يحوسوا باه ينوضوها باه يديروا عشريه سوداء كونتر زعما الماك هذا، يقعدوا في الفخ نتاعهم وبتاع الشعب فاق بهم خلاص. شوف الماك، الماك صانع التوفيق. نزيد لك واحد الحاجه، توفيق ماكيست وجبار مهنا ماكيست، وهذا كي يسموه شنقريحه ماكيست، والاخر كي يسمع لي اول حاجه ماكيست، ما يأمنوا لا بربي لا بن ما يأمنوا بحتى واحد. اللي كان يقتل في القبائل قبيلي، حسين بوريحيا قبيلي، جبار مهنا اللي حرق قبيله وقبيلي. او درك نرجعوا للحقيقه، نرجعوا للحقيقه، 90% شوف 90% من النظام الجزائري قبيل، الكوميسارات قبيل. روح روح عوس من والله ما نهضر معاك انا، روح انت شوف وشوف تراش الجام قبيل ولا ما في قبيل 90%. لي غارديان، رؤساء المدراء السجون، النظام الجزائري التشكيله تاعو 90% قبائل، بصح ماهمش قبائل خوتنا الاحرار، لا 90% ولاد فرنسا ماركيست. وي هذيك هي صح ماركيست. شوفهم ترى شنو روح اسمع 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 اسمع، نقول لك حاجه، انا نسكن في حي كارتي، نص 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 تاع كارتي ضباط، ونهار قال لك التسعينات هذيك النص امراء ونص ضباط، نص امراء ونص ضباط، العجب العجاب، نص امراء ونص ضباط. روح شوف انت الضباط الكبار هذو كوميسارات منا، روح شوف شحال من واحد يصلي الجمعه، ما كانش، تلقى قليل لا قليل اللي تلقاه يصلي، اما الباقي كل والله لا يرقد بالشراب وينوض بالشراب، يرقد بالسكره وينوض بالسكره، دعاره وفساد، سرقه ونهب، في المياه تلقى واحد يصلي، واحد، وهذاك اللي يصلي تلقاه منبوذ كل ما يهضروش معاه. سامحونا اخواتنا، نحسم الله بربي ان شاء بارك الله فيك، الله يحفظك ان شاء الله محمد صح. ربي يطول اعماركم ان شاء الله، وتحيه الجزائر دوله مدنيه مش عسكريه، والحراك راجع راجع باذن الله، تحبوا ولا تكرهوا استودعكم ان شاء الله اخويا. بارك الله فيك سعيد.